عندي مقترح حول تسويه الديون الداخليه، وهي نقبضها ان اوديتور انترناسيونال يعود يحصيها نعرف هي شنو هي، ياك عود عندنا رؤيه فيها في المستقبل. ما ترم اسمه وقتك هو، ما ترم اسمه وقتك هو اللي تقول ما ترم الموضوع يا غار سبكت شي مو في الموضوع. انا بعد عندي مو في الموضوع، انت روايه اخرى محكوم هذاك اللي حضر. انا تكلمت في الوقت تم ابدا في الموضوع. يقول عليه الله بك الا بكل اللي ما احترمت الوقت تو. لا تختاروا ما تتكلموا لا تتكلموا تو. ما يقال قررنا عن للدقائق حد في الموضوع، وانت فوت تكلمت دقيقتين ما هم في الموضوع، معناها انك ما راك يتم تبدا انك على كل حال ما ترى عندك الكلام. ذاك حد يدور يسلم سيد ماذا بلو؟ احنا هون ما هون حد الاسلام ولا راك يتعلموا له، يسلم سيد. مستغفرين انه كامل غير هون ما هو بلو قيس لا يسلم سيد. على كل حال الكلام ما طلع عندك، ولو انت هو دقيقتين والله ثلاثه تتكلم ما معطي لك الكلام. إذا الكلمة لمحمد